هذا المنتدى شركة المدرسة الوطنية العلوم التطبيقية، هذا منتدى ديال شركة السادس في إطار انفتاح المؤسسة على المحيط الاقتصادي، سواء في الجهة ديالنا سواء على المجتمع على مستوى المغرب. كيدخل هذا المنتدى اللي كيسمح الشركات التواصل مع المؤسسة ومع طلبة المهندسين في إطار توفير تدريب ميدانية، فرص الشغل في إطار كاين شركات اللي كتعمل التعاون في إطار مجال البحث والتنمية. وكنتمناو يكون تراكم التجارب وتكون استمرارية لهذا المنتدى ويزيد في تحت المؤسسة ديالنا على المحيط ديالها الاقتصادي والاجتماعي. بونجور، جو مابيل ايا الاكرامي، جو سوي جيتوديون 4 اني فيليير سبلاي تشين مانجمنت، اي جي بوستولي بور بليزور انتربريز ici تيل كو ستيلانتيس، اكوديس، اتسيترا، اي j'ai l'honneur d'être présente aujourd'hui et je remercie beaucoup les entreprises qui ont été présentées aujourd'hui et aussi les membres d'ADE qui ont fait une très très bonne organisation et merci. Comme Ayoub Mazeri, étudiant en 5e année génie civil à l'Influence de Tchadouan, chef de projet de forum d'entreprise. Nous avons fait le forum d'entreprise pour sa 6e édition, pour objectif pour faciliter le passage des entretiens de l'ADE PFE ونسهل عليهم ويعرفوا لي مارشي بلوطو ونسهل عليهم حتى لو في انهم يقلبوا على الاستاج بي اف او وكذلك بوغ لي زونتربريز يعرفوا لي فورماسيون اللي ديجا كاينين ونحاولوا نتفاهموا على كيفاش نديفلوبيو لانجينيوري ويتديفلوب هادشي كامل. دونك هاد لو فوروم سي واحد ليفينمون اللي هو فائده فيه مجوج جوي فيه لي ستوديون وفيه لي زونتربريز او ميم طون. بوغ لي ستوديون كيما قلنا كاين البي اف او وكاين الدراري اللي ما سون با انتريسي بلي ستاج وكذا يعرفوا او موان شنو هو لو مارشي ترافاي واش يعرف راسهم من هنا قدام شنو انا انجينيور. Et après, pour les entreprises, c'est la même chose. Ça fait formation les kinés de l'école. Tu carabes le trairi. Tu arrives à ce qu'on a besoin de dialogue, ce qu'on a besoin de le marché. باش بنادم انت هو يتفوكس على خدمته في سوفت سكيلز. وشكرا لكم. معكم مهاد الشاوش فيس بريزيدون انترن دو لاسوسياسيون دي ستوديون و ستوديون طون 4 اني اون جيني سيفيل. اليوم كيما كتشوفوا معكم في النسخه السادسه ديال فوروم دي زونتربريز فاي لي زونتربريز جاو و حتى لي ستوديون جاو باش يتلاقاو مع بعضهم يقدموا السيفيات ديالهم باش يجبروا لي ستاج. وهذه واحد الفرصه باش يتلاقاو لي ستوديون مع لو موند بروفيسيونيل. ومرحبا بكم معنا وشكرا شكرا على النجاء ديالكم. معكم منال فرزا من كوميتي بيلوتاج دورغانيزاسيون تاع لو فوروم في ليديسيون ديال 2024 2025. دونك انا 4 اني بيك داتا اي 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 كيف ما كنسبقوا نقولوا دائما بلي هذا لو فوروم هو اون اوبورتونيتي للطلبه ديالنا باش انه يجيبوا داك لو موند بروفيسيونيل هنايا لينسا ويتلاقاو عندهم تكون عندهم الفرصه باش انهم يدوزوا لقاءات العمل دي زونتروتيان بور افوار سيت اكسبيريونس دو لو موند بروفيسيونيل وباش ما يجيهمش ان ديكليك اون فوا كي سيغون سور لو مارشي. دونك هادشي اللي كاين ونتمنى نكونوا في حسن الظن ان شاء الله وتكون الامور كلها دازت مزيان. وشكرا لكم بزاف اللي جيتوا لعندنا. محمد جديد اتيديون 4 اني اون ريزو اي تيليكومونيكاسيون. صراحه الله اليوم هو لا جورني ديال الفوروم دونتربريز لا 6e اديسيون اللي كتنظمها لا دي لاسوسياسيون دي ستوديون ديال لانسا ديال تطوان. صراحه الله دي زيفينمون بحال هادو مزيانين مزيانين او نيفو بروفيسيونيل و حتى او نيفو سوشيال سكيلز بالنسبه لي ستوديون. يتعلموا كيفاش يديروا يدوزوا لي زونتروتيان، كيفاش يقادوا السي في ديالهم مزيان، كيفاش يبوستوليو، وعلاش لا تكون هذه هي الفرصه بانهم يلقاو لونتربريز اللي غادي يخدموا فيها ان شاء الله. دائما على اطلاع بآخر الأخبار والتطورات عبر جريدة بريس تطوان.